ومن أجواء الفن رح ننتقل لأجواء الموضة، ودائما ضيفتنا سمية مارديني بتجي وجابت لنا هيك أشياء حلوة بتناسب الموضة وبتناسب ألوان الصيف وأكيد ذوق الصبايا. رح نروح هيك فورا لنصبح على سمية اللي دائما هيك كمان بتجينا بلوك يعني بتكفي الستايلات كلها. صباح الخير يا سمية. صباح النور. صباح، كيفك؟ أهلا وسهلا فيكي. سمية فيكم. مؤخرا كثرت مشاريع الهاند ميد، وإذا فينا نقول تحديدا مشاريع الاكسسوارات. خلينا نتعرف على مشروع سمية اليوم ونحكي عن الاكسسوارات الدارجة بهيدا الصيف. تمام. هلا انا الكل بيعرف انه نحن اكسسوارات، بس شوي انا بحاول انه ميز عن الشغلات اللي بتكون دائما موجودة ان كان بالبازارات اللي بيشتغلوا يدوي وهالقصص هاي. هلا انا دارسة طبعا بيعرفوا تصميم ازياء ودارسة اكسسوار بنفس الوقت، وانا اخذتها يعني عن دراسة غير عن مهنة. حلو. تمام. وبلشت من زمان، يعني هذا الحكي صار كتير قديم عليه. هلا هاي السنة نحن اذا بدنا نحكي شوي او هذا الفصل، هلا الاكسسوار شوي مختلف عن الفصول الثانية. شو اللي بيختلف؟ تمام. الوان 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 ضجه ضجه ضجه. تمام. يعني حتى هلا اذا شفتوا بالثياب بلش يدرج الاورانج، الاخضر، الروتانا، يعني هالقصص هي كثير يعني صحيح. يعني كثير في الوان جريئه، يعني الوان جريئه وتداخلات بالالوان ما كنا نشوفها من قبل. تمام. يعني عم نشوفها على ورشات يعني حلق. شوفي مثلا الاطواء هلا هدول سوا مع بعضهم، هلا فيك تحطيهم سوا، فيك تحطي كل واحد لحال، هن منفصلين يعني. بس هلا الدارج يمكن الدارج انه ينلبسوا سوا. تماما. يعني هيك الوان شايفه حتى صحيح. يلي عندك اصفر واحمر وزهر. يعني لكي هون في الاورانج، يعني هاي الالوان الجريئه يلي من شوي من قبل ما كانت البنات كنا نضحك وقت. تماما. يعني شوف هذا لابس يعني. هاي شو هالعجقه هاي. بس هلا هاي السنه كثير موضه الالوان، يعني بتلاقي حتى بالطريق صرت تشوفي بنات لابسين اورانج كامل. تماما. روتانا كامل، اخضر كامل، موف كامل، فوشي 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 واورانج. يعني تركيبة الالوان شوي هي السنة غريبة يعني عن باقي السنين. تمام. طيب سمية انت اليوم مع شو مقع هون؟ خلينا نشوف. لا هذا تبع الكنوز، هي الحوادث القليلة. خليني بس اسألك، انت مع اليوم انه الصبية تروح للموضة او تروح للشيء اللي بيناسب ستايلها لبسها الاثنين سوا؟ اثنين سوا. الاثنين سوا. يعني انا اشوف شو الموضة وشو اللي بيناسبني. طيب. يعني بجوز انا بشرتي ما تلبق مع الالوان يلي هلا دارجة مثلا، هالجريئة جدا، او شكل رقبتي، شكل ايدي، كل الامور يمكن تلعب يعني دور. بجوز انا مثلا البس شيء بشعني بدال ما يحليني، لا خليني معلش انا بتطلع على الاثنين سوا، بتطلع على الموضة وبتطلع بنفس الوقت انه انا شو لابق لي. طيب سمية خلينا نروح لهدول القطع كثير حلوين اليوم. هدول خلينا نحكي عن المادة المستخدمة، زيركون هدول او هلا اغلبهم برازيلي يلي هي الوانهم ثابته، بتجي ستانلس كمان الوان ثابته. هلا هذا هي الموضه كمان هي السنه كثير، يعني رجعنا لقصه تبع انه هي البنت هيك هيك عم تدفع مصاري، وهيك صحيح. هيك صارت الاكسسوارات كثير غاليه بسبب المواد الاوليه، انه تكلفتها غاليه. فصارت تروح تجي تقول لك لا بحط شوي زياده فوقها وبشتري قطعه انا البسها على طول، يعني البسها فتره طويله ليروح لونها مثلا. تمام. يعني خلينا نحكي تمام. كمان بما انه درجه الموضه صار في عنا كثير قصص جديده بعالم الاكسسوار، خلينا نوضح انه اللوليات دائما بكل مستحيل يبطل اللولو. تمام. خلينا نحكي عن اهميته، قد ايه كمان بضل موجود، بضل دارج مع كل الفصول. هو اللولو بتحسيه الماده الحنونه نحن بالشغل، لانه او لذيذ يعني بتحسيه مطلوب. تمام. كمان مطلوب ليش؟ لانه هلا كان احنا ك يعني بنات مثلا لساتنا هلا عم نطلع، يعني اللولو بذكرنا بامهاتنا وستاتنا ككبار بالعمر، هن بحبوه لانه هو يعني قديم ورجع وعم يدرج، لانه ايام اللولو. تماما. يعني ايام اللولو. فيعني هذا موجود على طول، امتى ما لقيتي باللولو كثير موضه. هلا والشيء الثاني اللي كثير كثير دارج عنا الطبقات، يعني هلا عندك هذا اللولو الطبقات اللي على الستان. تمام. وعندي هنيك الذهبي هذاك كمان طبقات. هيدا كثير. تماما. كثير موضة انه نحن نلبس اكثر من طوق مع بعضهم البعض، هن بطوق واحد، يعني هي الموضة هي السنة، يعني موضة السنة. اي نوع موضة السنة؟ انه الطبقات، انه نلبس طوق طبقات. هلا هذه اللي بايدك ثلاث طبقات بس، كنا يعني يمكن اكثر هي السنة، ولكن هو كنا عم نشوفه بسنوات. تمام. السنة الماضية بس هلا كثير بقوة راجع يعني، وبضخامة اكثر من السنين اللي قبلها. يعني كنا خلينا نحكي هي القطعة اليوم. اليوم الصبايا بتحب هدول الستايلات هدول، خلينا نحكي عن الجهد او الوقت بتصنيعهم او بتصميمهم. هلا هون
انت عم تاخذي وقتك ثلاث اطواق سوا، يعني مو طوق واحد، يعني انت عم تشتغلي ثلاث اطواق بطوق واحد، هلا هذا اخذ وقت اكثر من غيره. قد ايه يعني سمية؟ اي وقت يعني يوم يومين؟ لا ما بدها سنه سنت. لا هلا اذا متواجده المواد الاوليه نحن يعني بربع ساعه بيكون خلص. صرنا نشوف بنات كثير بقلب البيوت عم يشتغلوا هاي القصه، يعني بسبب الوضع بسبب طبعاً. الظروف يعني صار هذا هو المشروع الصغير لإلهم. يعني خبرينا اكثر اليوم عن ما بدنا نقول الالوان او خلينا نحكي عن الاسعار اليوم. الصبايا شوي يعني كشت سمية، بنعرف انه اليوم المواد الاوليه صعبه وغاليه، ولكن هل عم تناسب اليوم دخل الصبايا؟ خلينا نقول كون نحن اليوم متوجه للصبايا. هلا على لاقول لك الحقيقه، على حسب انا اذا بدي اخذ قطعه ما يروح لونها تمام وتبقى معي مده طويله اجباري بدي ادفع عليها مبلغ محترم. يعني هي صارت مفروغ منها هي القصه. قد ايه محترم يعني؟ يعني ماشي حاله بدي صمد لي كم تمام كم هذا يعني هاي الحقيقه يعني المشكله يمكن تمام كيف يعني مو المشكله من عنا، المشكله انه انت كمان هون في عندك طلاء السناسل، في عندك الماده الاوليه غاليه، يعني كثير قصص صارت مرهقه بالتكاليف تبعها. تمام، اما اذا بدي اخذ قطعه البسها يعني هيك مؤقته لا هلا هي هيك سعرها كثير معقول وفي اي حدا يشتريها وما لها مشكله. يعني نحن المشكله عندنا صارت انه نحن يعني مثلا القطعه اللي ما بيروح لونها صار في كثير مراحل وتكاليف لوصل لقطعه هي ما بده يروح لونها. تمام، نحن ليش دائما بنسالك على الاسعار وبنركز عليهم؟ لانه بتلاقي كثير من الصبايا صارت تستبدل يمكن الذهب بقطع الاكسسوارات الهاند ميد، لهيك يمكن كثير منا بيسالوا على موضوع الاسعار. طبعا. خلينا نروح لجانب ثاني ونقول سمية اليوم كيف عم تسوق لمشروعها؟ ممكن من خلال الاشخاص القريبين منك، جيرانك، رفقاتك، عم بيصير في حكي عن المشروع، او ممكن من خلال السوشيال ميديا اللي اكيد نحن قادرين من خلالها نوصل لعدد كبير من الناس، وفي عندنا كمان ناس تلجأ للمعارض. خلينا نوضح انت اليوم لوين توجهك. هلا انا يعني توجهي الاكثر هلا انا كثير صفحات فيس، يعني عندي صفحه على الفيس طوق اسواره وسمية مارديني، هي صفحه فيس، في صفحه انستا، في نحن دائما بنشارك معارض، يعني انا على طول مشاركه بالمعارض، مشاركه بازارات، يعني هي موجوده فيها على طول. مثلا عندي طاوله دائمه ببازار بالماسا بلازا بالميدان كل شهر ثلاث ايام، هذا موجوده فيه على طول. يعني تسويقنا نحن انا بالاغلب تسويقي معارض وبازارات وصفحه فيس بس على الاخف شوي، او صفحه الانستا، بسبب انه انا اذا بدي وصل القطعه صرت بدي ادفع اجار توصيلها، فصارت مرهقه التكاليف كمان حتى على يعني على الصبيه اللي بدها تشتري، لانه بدها تدفع كمان توصيل فصارت كثير صعبه عليها. انا شو بساوي؟ انه بوعدها خلص تعي لعندي على البازار خذي قطعتك، ما في داعي تدفعي هيك، يعني ما في داعي ارهقها بالتكاليف الزايده. يعني اغلب الشيء انا تسويقي بازارات ومعارض، ويمكن هذا الشيء بيساعد كثير بانتشار اليوم القطع اللي عم تشتغليها، والفيس اكيد بيساعد. بس مثل ما قلت اليوم صار التوصيل مرهق، يعني صار يعني المبلغ التوصيل، يعني اول شيء بيقولوا لك انا بدي توصيل كذا، يعني هو مبلغ اي يعني مانو قليل مانو قليل تماما. يعني احيانا عم تدفعي كقطعه اكسسوار انا التوصيل قد نص حقها تمام، يعني فلا حرام لا تعي على البازار خديها وانت خلص شلون ما اجيتي يعني بتوفري تكاليف. يعني بتشوفي في اقبال على البازارات من الصبايا؟ يعني في بازارات بتروحي عليها للاسف مثل ما رحتي مثل ما رجعتي، في بازارات بتروحي عليها بتنبسطي وبتروقي وبتشوفي عالم كثير بتتعرفي على شخصيات كثير، يعني هاي القصه بترجع على طبيعتها. قد ايه حلوه هالقطعه يعني بتجنن، انا كثير بحب الشغلات اللي يعني مختاري اللون هذا اللون، ما بعتقد انه في صبيه ما بتحب هذا اللون يعني عن جد، او ما بتحسيها انه قد ما ضلت هي هالقطع هي اللي بتحسي ما بتبطل فيها الطابع القديم ما بتبطل. لا يعني هي قطعه بتشتريها الصبيه قد ما دفعت حقها حتضل عندها موجوده وتلبسها وتنبسط فيها. يعني في كثير عندنا قطع هيك، هلا شوفي هات شو كربوش على نعومته قديش لذيذ، كثير عم نشوف يعني من هدول الامور بكون على قد طبعا كثير موضه العيون، كثير موضه، خايفين انه نحن نصاب بالعسل. يعني عم نستعرض نماذج كثير حلوه لحضرتك. خلينا نوضح كمان، يمكن لما الصبيه بدها تشتري اي نوع من الاكسسوارات بتخاف انه ممكن يروح اللون، يصير اي شيء بالقطع، هذا يمكن السؤال الشائع عند الصبايا، كيف ممكن اليوم هي تحافظ على القطع؟
تمام. هلا انا اول شيء اذا كانت القطعه مو سنسال رقيق يعني هلا شوفي هدول سنسال رقيق بس بما انه هن ملونين ف في شيء خيطان شوي او صعب. الخيطان لسه دارج تمام الخيطان مثل هيك اللي انا لابسته هلا تمام هلا هاي خيط هلا هاي قد ما لبستيها هي ما بيروح لونها هي حلاوتها هيك تاخذ على شكل الايد تماما. في عندك الخرز كمان يعني ما حيروح لون غير هاي الشقفة يلي فيها بس. وإذا دهناها مناكير شفاف مثل ما بقول لك الصبايا مناكير شفاف مو مقوي. إذا دهنتي مناكير شفاف حافظتي على الألوان. أو إذا عندك اللكر يلي بيخوه تبع النجارة تبقي عليها كمان هذا بحافظ على الألوان. بس أنا مثل ما قلت بدي انتبه إنه إذا كنت عم بخ على سنسال رقيق فمعناته أنا عرضته للكسر لأنه بينكسر بسرعة. حتى لو دهنته مناكير شفاف بده ينكسر. أي شيء سنساله عريض أو يعني سميك هذا قابل للطلي يلي نحنا هو شلون طلي يعني أنت بتبخي إما مناكير بتدهني إما مناكير شفاف موجود عند كل الصبايا او بتبخي عليه لكر انا ما عندي اشتري واحد سمية. بس اكيد كمان اليوم طريقه حفظ وتخزين القطعه بتلعب كثير كبير. تمام. اولا ما احطها بالشمس يعني محل ما عم حافظ على قطع الاكسسوار تبعي ما تكون عرضه مباشره لاشعه الشمس بغير لونها وبتحسيها صارت قديمه. تمام. يعني بتحسيها صارت قديمه بحطها بالعلبه بحطها بالدرج وقت بدي البسها. اذا كنت بعرف انه هي القطعه بيروح لونها ما اتحمم فيها ما اقرب عليها كلور وبارفان. ماشي سمية هيك ان شاء الله. كل يوم حبينا نحن كثير شيء اللي استعرضناه واكيد اليوم الصبايا بيحبوا هدول القصص. بدي اتشكر حضورك لليوم وصباحك جمال هيك على طول وطاقه حلوه. اهلا وسهلا سمية. شكرا لك يا سمية كل التوفيق لك وانتم كمان وعائلتي الثانيه الاخباريه السوريه. صباح الخير.